غير القرضات البلاستيكيه كاين ايضا الاكياس اللي نعم. نروحوا للمخبزه نشريوا الخبز، الخبز يكون ساخن ونحطوه في الساشي. دائما انا كمستهلك نحس وعندي في اللاوعي نتاعي انه الخطير عليا هو الكيس الاسود، اما الابيض وغيره ماهوش خطر. خطيره نعم. نعم هي كلها خطيره. الكيس الاسود زياده على هذه الاكواس الشفافه هو انه تم تكراره اكثر من مره، لدرجه انه ما يقدروش يضيفوا له ملون باش ياخذ لون واحد اخر، لانه اللون الاسود ما تقدرش تلونه. هو اللون الأسود هو أخطرهم، ولكن حتى الأكياس الأخرى هي آمنة نسبيا كما قلت. علاش نسبيا؟ في الظروف العادية ولا في الجو العادي لما يكون الجو عادي ماهوش مرتفع الحرارة ولا منخفض يكون آمن، يعني ما كاش انتقال تاع مكونات بلاستيك. أما حتى ويكون الجو عادي ويكون الخبز ساخن، الخبز ساخن حتى الناس يتوضعوا داخل الاكياس البلاستيكيه تلاحظ انه كشول تعرقت هذاك الكيس، هذا خطير جدا. والمشكل وين؟ انه حتى بعض المكونات مثل الفطالات ولا الديوكسينات لما تقوم بغسل هذيك الخضر ولا هذيك الماده اللي كانت موضوعه في العلبه ولا في الكيس تزول مجرد الغسل الجيد، لكن الخبز ما يتغسلش. وهنا الخطر الكبير، علاش نحذروا من الخبز ونقولوا بانه يجب استبداله كما راهي تعمل وزاره التجاره على استبدال الاكياس البلاستيكيه في المخابز باكياس ورقيه. نعم نعم. ربما ايضا هناك ماشي غير الاكياس البلاستيكيه ولا القارورات، ايضا العلب اللي نحطوها في الميكرو اوند ولا نحطوها في الفريشيدار ولا هناك العلب. وننبه ربات البيوت لما يجوا يشروا علب يقراوا جيدا المكونات ولا النوع تاع هذا البلاستيك من الافضل. نعم. سامحني بلال، هل نقدروا نعرفوا نوعيه البلاستيك بدون ما نقراوا لي نوتيس؟ لا ما تقدرش، لانه لي نوتيس كما حكينا قلنا نعم. كاين البارازيت وكاين نعم. نعم. هو هذا هو المشكل الكبير خويا محمد. عاده نشتري من محلات يكون موثوق فيها وذات علامات محدوده، يعني حتى سلسله التصدير تاعها ولا المستورد تاع هذا العلبه يكون معروف، لانه اذا عرفنا المستورد اي علبه موجود فيها الداخل دليل تاع هذيك العلبه المستورد تاعها من بلد المنشا المصنع، يعني فات على مصالح الرقابه ومتاكدين من سلامه هذيك، لانه كاين سيرتيفيكا ولا شهاده مطابقه تاع المنتوج قبل نعم. الاستيراد. وحتى هنا في الجزائر على هذا يجب ان نشتري علب ما تكونش مجهوله، ما فيهاش نعم. مجرد ما نلقاش فيها شعار اللي مكتوبه فيه نعم. نوع ما نشتريهاش، يعني ما نشروهاش.